جنريتا العرموطي، رسامة أردنية جسدت بأناملها لوحة فنية غاية في الروعة والجمال، تحلق في عالم الرسم والفنون. فعندما يلتقي الحس الفني المرهف مع الفكر والعلم، ستخرج صورة فريدة بمكوناتها، بهية بتفاصيلها. برسم من وأنا صغيرة كتير، ودارسة أصلاً فنون كمان، ودارسة أدب فرنسي وإنجليزي في جامعة البتراء، والفنون في معهد الفنون الجميلة. وطبعاً أكيد يعني أول حد شجعني أهلي في البيت وعائلتي والأصدقاء والمقربين. زي ما في إشي خير في إشي جانب سلبي في الموضوع، بيواجه صعوبات، وهذا شيء طبيعي، يعني ما في حياة دائماً إيجابية، بس ممكن نستغل هاي السلبيات إنها نحولها إيجابي، زي الناس السلبية إنه ممكن نأخذها من ناحية تحدي. ممكن كمان صعوبات الوقت، إنه بدك توافق بين وقت دراستك مع وقت رسم مع أوقات تانية عائلة وأصدقاء. في كمان مشكلة إنه الفنان التشكيلي بده، خاصة بالأردن، بده يتعب على حاله كتير ليوصل، لأنه ما في دعم كافي، فهو بده يكون هو الدعم لنفسه. دائماً بيحكوا إنه الفن التشكيلي ببلش بالأكاديمي، بعدين بصير يختار مساره تكعيبي تجريبي سريعي، بس أنا من ناحيتي بحكي إنه زي ما الفنان اللي رائد التجريدي والفنان ابتكر السريالي والتكعيبي وكل هدول، هو ضاف للجيل بعده لإلنا أشياء جديدة، فإحنا كمان مو لازم بس نمشي على هو ضافه، لازم إحنا كمان نضيف شيء جديد للجيل اللي بعدنا لحتى هم يستفيدوا من تجربتنا ومن فننا. الموضوع بيختلف أكيد من لوحة للوحة، بس كله بيرجع على حسب كل الأشياء اللي مرقت علي بحياتي خلال بصري أو سمعي. ممكن قصة سمعتها أمثلها بلوحة، ممكن شغلة شفتها أمثلها بلوحة، أو قضية مجتمعية مثلا. حكيت ناحية الوقت، في ممكن صعوبات من ناحية الوقت، إنه دراسة لرسم لمعارض ومشاركات، لحتى أوقات بده يكون للعائلة والأصدقاء، يعني مش كله عملي، فهاي ممكن نعتبرها صعوبة. فشاركت يعني آخر فترة بلبنان وبالجزائر، عرضت بأوروبا كمان بالنمسا وبالأردن، كتير أماكن عرضت لوحاتي فيها. فشي حلو إنه تشوف الناس شو رأيها بأعمالك وشو رأيها بالفن اللي عم بتقدمه، وتكون عم تتواصل يعني معهم بشكل مباشر مو بس على الصور. كمان عملت دورات رسم، عملت دورة في جامعة البتراء للطلاب بالجامعة، يعني كتير حبيت إنه في ناس كانت لسه لأول مرة عم ترسم، بس عم يطلع معها شيء حلو، عم يطلع معها لوحات فنية. بحب أحكي لكل حد عنده موهبة وكل حد برسم أو أي موهبة تانية إنه يستمر فيها وما يوقف، وقد ما كانت صغيرة صغير على صغير بيكبر، ويهتم بالفكرة كمان، مش بس إنه أنا عم برسم بورتريه حلو، لا، بدك أفكار جديدة، يشتغل أكثر على إنه ينتج شيء جديد، وأكيد كمان إنه ينمي المهارة اللي عنده، هاي شيء مهم كتير، وما يسمع من حدا عم يحبطه، ما يسمع من أي شيء سلبي، بس يسمع من الأشياء الإيجابية ويضل مستمر، ويحاول أكثر إنه يفيد مجتمعه في الشيء اللي عنده.